تالت إشاعة معايا بقى خير مضحكة جدا بصراحة. برضو أنا عارفة إن أنت بتحب الصيد وصياد ماهر جدا. والله الحمد لله. في إشاعة معايا بتقول إن أنت كمان غواص شاطر ممكن تنزل في عمق 200 متر مثلا. لا أنا بسجل عند حضرتك إن دي مش إشاعة. نعم. نعم إيه؟ أيوه يا فندم. بص أقول لحضرتك حاجة، مفيش صياد ما بيغوص، خدت بالك؟ الأصلي يعني. فأنا خدت فترة في حياتي مع الصيد، وبقى لي فترة بغوص. آخر رقم وصل لي كام؟ 200. لا زودت شوية. دي المتعة الحقيقية بقى، خدت بالك؟ لا مش مصدقاك على فكرة. ليه مش مصدقك؟ مش مصدقك. خليكي فريش في رحلة. أيوه. لا الحقيقة الغوص يعني خدت فترات طويلة جدا، كنت بروح العين السخنة أغطس، أطلع في شرم الشيخ، عارفة؟ مالك؟ لا يعني أنت بتحور عليا. بحور إيه؟ إذا كان حضرتك بتقولي لي إشاعة، أنا راجل أغطس 300 متر، يعني أنت تصدقيها عليا يا فندم؟ يعني أنا يا دوب أنط من المركب وببقى مبسوط وكده. ولكن إن شاء الله في طريقي للغوص، وإن الإشاعة دي تبقى حقيقة، لأن أكيد هستمتع إن شاء الله. في إشاعات تانية؟ والنبي عندك حاجة تانية؟ عارف فكرتني بإيه دلوقتي؟ صعيدي في الجامعة الأمريكية لما كنت قاعد مع عبلة. أيوة طبعا. على البحر. يا سلام يا سلام. غادة جميلة، وغادة معانا في الفيلم الجديد، عاملة يعني عاملة دور زي القمر، جميلة وشاطرة قوي. إن شاء الله تشوفوا فيلم جميل.